يحكم مصر الآن رجل مختلف. أمنحتب الثالث كان عايز الإمبراطورية المصرية كلها تعرف إنه حاكم مختلف، فابتكر طريقة جديدة لنشر رسائله للشعب كله. جعارين مكتوب على بطنها رسائل موجهة منه لأمته. الجعارين دي كانت بتسافر لكل حدود الإمبراطورية. تم اكتشاف مجموعة من الجعارين في سوريا وعلى حدود العراق وفي ليبيا ولحد جنوب السودان. الجعارين دي لما كانت بتوصل المعابد في المدن المختلفة كانت بتتقري بصوت عالي من الكاهن إلى جموع الناس. وفي السنة التانية من حكمه الجعارين دي اتكتب عليها رسالة بتقول: حورس الحي الثور القوي الذي يظهر في الحق، حورس الذهبي الذي يقهر الأعداء، ملك مصر العليا والسفلى، سيد الحق ورع ابن رع، أمنحتب الثالث حاكم الأقصر يعيش، وأن زوجته الأولى والسيدة الأولى لمصر هي الملكة تي، اسم أبيها يويا واسم أمها تويا، وهي زوجة ملك الأرضين الرئيسية.